من عند عبد الرحمن. حاجة لله والنبي يا باشا. بس اللي كبقى حاج شوفوا لكم شغلانة مليتوا البلد كده. حرام عليك ما تحكمش عليا كده. شوفوا الحاجة دي كل الفكة اللي معايا بقى. ايه حكاية المسجد دي؟ احكيها لك. استغفر الله العظيم يا رب. مالك بس يا مالك في ايه؟ المسجد لسه فاضي برضه، مش عارف اعمل ايه. بس بصراحة يعني في اشاعات طالعة على المسجد. اشاعات؟ اشاعات ايه؟ انه مبني بفلوس حرام. مبني بفلوس حرام؟ طب انت كمستشارة رأيك هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انا شايفه ان احنا نجمع الناس وتعمل خطبه وتحكي للناس قصه المسجد. هي فكره حلوه فعلا. خلاص جمعي لي الناس واحنا نعمل خطبه بكره تحت امرك. تمام. انا الملك احمد ابن طولون. سمعت ان في اشاعات طالعه على المسجد ان هو مبني بفلوس حرام، فطالع اتكلم على الحكايه من اولها. بالنسبه للفلوس انا عايز اتاكد ان المهندس اللي خلى شكلي وحش قدام الناس ده يكون اتسجن وما يخرجش غير لما اقول. لا اكيد حصل، الحراسه مشدده عليه في السجن. ايه ده، في حاجه في الارض هنا شكلها في كنز ولا ايه؟ معقول يكون كنز؟ عايزين نحفر الارض دي كلها. يا مالك ده في كنز. روح فتحيان دي لعم مستشارة. امرك يا مالك. ادخل المستشارة يا مالك. تمام، اخرجي دلوقتي لفتحيان. امرك يا مالك. اقعدي. تعمل ايه يا مالك؟ مفيش وقت تضيع، في مسؤوليات تانيه اهم. انا ولا بلعب ولا بضيع وقت، انا بعمل شكل المأذنه بتاعت المسجد اللي هنبنيه. مسجد؟ مسجد ايه وهنبنيه ليه دلوقتي؟ عايز اعمل مسجد يكون رمز للعاصمه. بس احنا كده هنحتاج فلوس كتير قوي. مش مهم، هديكي 100,000 دينار اللي لقيتهم في الكنز. بس احنا كده هنحتاج على الاقل 300 عمود ومش هنلاقيهم الا في الكنايس، فهنعمل ايه؟ دي حاجتك انت، انا مالك مستشاره ليه؟ تحت امرك. كل ده عشان بس الملك اتكعبل في حاجه انا ماليش ذنب فيها. حرام والله انا تعبت. يا رب يا رب اخرج من هنا يا رب، انا ما استاهلش يحصل لي كل ده، انا مظلوم. شفت يا ابني انا سمعت ان الملك عايز يبني مسجد. ايه ده؟ كل المساجد اللي هنا صغيره وما كانتش عدد، بس ده بيقول عايز يبني مدينه عندنا. ده ملك مجنون ده، بيقول كمان عايزه يبقى ضد الميه ويقاوم النار ويفكروا بالمكان اللي كان فيه. يا حارس يا حارس يا حارس. عايز ايه ده؟ عايز ايه؟ انا سمعت منكم ان الملك عايز يبني مسجد وطلباته صعبه وكتير ومحدش عارف ينفذها له، بس انا هقدر انفذها له. انت متاكد يا ابني من الكلام ده؟ متاكد بس بشرط تخرجوني من السجن وانا هنفذها له. لو ما عملتش اللي بتقوله الملك هيرميك طول عمرك في السجن. عيب عليك، انا هنفذها له. تمام، هبلغ الملك وارد عليه. افتح الباب يا فتحيه. معلش تعبيك معانا فتحية. امرك يا ملك. ده الحارس يا ملك. تمام خليه يدخل. امرك يا ملك. يا ملك عندي ليك خبر بمليون دينار. قول يا بوز الاقص. اعرف واحد بيقول انه يعرف يبني لك المسجد اللي انت عايزه بالطلبات اللي انت عايزها. ده مين الفالح ده؟ المهندس اللي في السجن. انت بتهزر؟ وانت فاكرني هطلعه بعد اللي عمله فيا ده؟ يا مالك طلباتك صعبه بس المهندس ده شاطر هيعمل لك اللي انت عايزه. افتح لي يا ابني الباب ده. امرك يا مالك. قوم يا ابني. انا الحارس بلغني انت هتعرف تبني المسجد اللي انا عايزه، بس انت عارف لما بنات زي ما انا عايز يحصل فيك ايه؟ سعاده الملك انا هبني لك المسجد اللي انت عايزه بالمواصفات اللي انت عايزها، بس اخرج من هنا. طيب انا بعت لك طلباتي مع الحارس و100,000 دينار عشان تبني بيهم المسجد. تحت امرك سعاده الملك. يلا. سعادة الملك دي المخططات بتاع المسجد زي ما حضرتك طلبتها بالظبط، بس للاسف المسجد كلفنا 120,000 دينار بدل 100,000 دينار وانا طلبت من الحراس. اه مش مشكله، قالوا لي. المهم عملت ايه في مشكله الفيضانات؟ بالنسبه للموضوع ده انا بنيته على مكان عالي وملحوظ بحيث ان الميه ما تاثرش عليه. طب يبقى مضاد للحرائق والنار؟ اه مبني من الطوب الاحمر.
الله ينور. تمام، وانا ما عملتش كده وبس، انا كمان بنيته عشان يفكرك بمنطقه الاصلي سمراء، بالذات المئذنه زي ما حضرتك طلبت بالظبط. حلو جدا. طب انت في مشكله الاعمده؟ ما بنيتوش على اعمده، بنيته على اكتاف، والاكتاف دي هي قطعه واحده من الصخر بحيث ما نحتاجش اعمده خالص. يا ابن اللعيبه، انا هخلي حراسي يفرجوا عنك وهصرف لك مكافاه. تمام، يلا نروح نشوف المسجد. يلا هوريك بالظبط كل جزء في المسجد، وهشرح ازاي قدرنا ننفذ كل اللي كان على الورق وفي الخطه بتاعت بناء المسجد عشان تشوف بنفسك المواصفات اللي انت طلبتها على الواقع. انت كنت عايز تبني مسجد عشان يكون مركز للعاصمه ومكان اكبر للناس تصلي فيه، عشان كده المسجد ده فيه 128 شباك بيحيطوا المسجد من كل اتجاهاته، مصنعه من الواح عليها زخارف عشان يكون المسجد في افضل اشكاله. بالنسبه للمسجد فهو مبني على مساحه 6 افدنه، طوله 138 متر وعرضه 118 متر، وفيه فناء كبير في نص المسجد مكشوف على شكل مربع طول ضلعه 92 متر. ده اكيد مش كل اللي موجود في المسجد. بالنسبه للساحه فهي حواليها اربع ايوانات، اكبر واعمق واحد فيهم هو ايوان القبله، وده بيتقسم لخمس اروقه. كده عدد كبير من الناس يقدروا يصلوا في المسجد، وبكده يليق فعلا بانه يكون مركز للعاصمه، بس عشان المساجد والعدد الكبير ده فصممنا كمان للمسجد مداخل كتير عددهم 19 مدخل. ده بالنسبة للمسجد نفسه. أما بالنسبة للمأذنة فهي تصميمها جديد من نوعه ومصممة عشان تفكرك بالمدينة بتاعتك زي ما طلبت. المأذنة على ارتفاع أكتر من 44 متر فوق سطح الأرض، وبتتكون من أربع أدوار ومبنية على نفس تصميم المأذنة الملوية في مدينة سمراء في العراق، وملفوف على حواليها سلم خارجي بيوصل لغاية سطح المأذنة. مش بس المأذنة اللي هتفكرك بمدينة سمراء، المسجد كمان حواليه سور كبير من جهة الشمال والجنوب والغرب، وفيه في النص مساحة مكشوفة، ودي على نفس تصميم الزيادة المعروف بها جامع سمراء في العراق. المسجد مبني فوق ارتفاع صخري، وبكده المسجد مش هيتأثر بالفيضانات، وكمان هيعزل المصلي عن العالم الخارجي، ومبني كمان من الحجر الأحمر عشان يقدر يقاوم أي حريق. ده موضوع المسجد كله كده، الإشاعات كلها اتنفت. بالنسبة لفلوس الكنز أنا صرفتها كلها حاجات تفيدكم زي المسجد والسوق والمستشفى. بس يا سيدي هي دي الحكاية. طب وأنت عرفت الحكاية دي منين؟ وأصلا بتحكيها لي ليه؟ أنا كنت في الكلية اللي طول عمري بحلم بيها، كلية الآثار، ومن سنة بالظبط كنت طالعة من الكلية فجأة خسرت رجلي في الحادثة دي ومش عارفة اشتغل من ساعتها. شفت بقى، انت اتسرعت في الحكم عليا زي ما الناس اتسرعوا في الحكم على ابن طولون. بعتذرلك والله، انت فعلا طلعت احسن من ناس كتير. انا اسف ان انا حكمت عليكي، وعلى فكرة القصة دي فاتتني كتير. اتنين تلاتة. بصراحة يعني في اشعار طالعة على المسجد. ده الحارس يا مالك. بصي انا الصوت. امرك يا مالك.